السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول فلاون أخوتنا في الجزائر، صليتوا الموت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيه أخ كان يسألني في هذا المداخلة، كان يسألني قال لي ما رأيك في هذا الوزير الأول البرومي مينيستر اللي جابوه، لكن حسب معلوماتي أنه كان في التسعينات يعني في حكومة زروال وكافي الله يرحمه ويسع عليه، كان فيها، لكن يقال عنه أنه إنسان نظيف في هذه الأوقات. في هذه الأوقات كان إنسان نظيف، لكن ماذا حصل يعني بعد ذلك؟ هذه هي لو بلوز امبورطون. شكان من بعد خرج من الحكم، لكن قبل ما يخرج من الحكم عمل ماذا؟ كان هو اللي عين ويحيى، يعني ويحيى المعروف عنه انه شيطان ولا ليس له في المواطنة، لكن كإنسان سياسي يعني محنك ودكتور يعني. الغلطات مثل هذه حتى لو كنت مش عارف عندك عشرات على الدكتورات صفغيان دير صفغ شيء اللوزر، كما أقول لك أنا فاشل. لماذا فاشل؟ لأنك اخترت إنسان على أساس ماذا؟ اخترته على أساس أنه يعني كان في هذه المهمة وكان ناجح فيها، يعني حقق شيء للجزائر، يعني أي نجاح أو ليه يعني عطايات اللي تبين أنه إنسان محنك؟ لا، بينت بلي أنه إنسان فاشل. بما أنه إنسان فاشل والو برومي مينيستر اللي عينه سافيدر ينباد في لوانتان، كما نقول إحنا ما عندوش رؤية بعيدة في الإنسان هذاك، لكن يخدم الجزائر أم لا؟ إذا كان مثلا اقترحوا عليه واحد وصاحبه لامي دو مونامي فاتيت مونامي فاني وحطه في معليش نقول احنا ممكن حتى غلط، لكن غلطة ما تفداش يعني ما تسمحش تحط إنسان اللي يكره الشعب الجزائري بعد ذلك لمدة قرن. لكن المشكلة اللي تطرح في هذا الإنسان أنه كان ساند العهدة الرابعة، يعني كرجل سياسي ومحنك ويعرف يعني يفهم في القانون أن بالنسبة للرئاسة كان المفروض يعني الدستور كان يدل على يعني كان المفروض عهدتين يعني 8 سنين بابليس ولا ديزم أنا مش عارف، لكن انت وافقت كإنسان سياسي كأنه وافقت على التزوير. إذا هذا ماذا يعني؟ إذا كان وافقت حتى انت على التزوير معني يعني أنك إنسان مخادع ولا تؤمن بحاجات اللي هي قانونية أو دستورية، يعني لن مدام كذلك حاجة واحدة أخرى، مدام أنك قبلت أنك تكون في وزارة تبون اللي هو غير شرعي وعارف أن بهذه الطريقة أنت لست شرعي، أنك كيفك ويحيى سلام هم شوز طينة واحدة لكن بطريقة ديفيرونت، طينة واحدة لكن بطريقة ديفيرونت، أنت ما كنتش في الواجهة ويحيى كان في الواجهة، يعني السياسات هذه اللي بغي تمشي عليها انت وانت وتبون وانت كنت مع الهدى الرابعة كنت وافق على الهدى الرابعة، يعني ما غاديش تخدم الجزائر، انت راك تخدم في ذا الانسان اللي جابك اللي هو تبون. وتبون معروف عنه يعني معروف عنه انه الفساد المالي والاخلاقي لانه تاجر منه في المخدرات اللي هي الكوكايين، يعني انت بغيت تخدم تشتغل مع انسان تاجر في المخدرات وابناء تاجر وتعرف انه
جاء به العساكر وأنه ليس شرعي. إذا وافقت أنك تمشي معه يعني أنك إنسان منافق وإنسان كيفك كيفه، تتعد فاسد حتى لو كنت نظيف، لكن أنت ماشي مع الفساد تبقى فاسد ولي فاسد. لذا هذا رأيي في هذا الإنسان. يعني أي إنسان، أي وزير يقبل بوزارة مع أي محفظة وزارة في مهما كانت في حكومة هذا البرومي مينيس واللي هي تابعة للتبون اللي هو التفون، يتعد غير شرعي، غير شرعي، ولن يخدم الجزائر. لأني بدت يعني بدت الحكاية كما قلت لكم لا ديرنيير فيديو أنهم استعملوا البلطاجية هذوما المخابرات استعملتهم جس كما نقول احنا لإظهار وجه الجديد الذي يتعاملوا معه الشعب. ممكن حتى لو تكون العساكر مش متورطين في هذه الحكاية، رغم أن المخابرات متورطة، ممكن ما هم منفصلين يعني جهازين كل واحد راهي يخبط على جماعته، كما المخابرات ممكن تكون تخبط على جماعتهم، على ليزافيريس ليزوم دافير والناس المسؤولين اللي كانوا يسرقوا ونهبوا بوتفليقة أو جماعتهم وسلال ألوغ بالك حاولوا يحموهم بهذه الطريقة. يقول لك كما قال خلط الماء هكا خوضه باش ما يبانش، حتى كما نقول الحوت في الماء المخوض ما يبانش، هما راح يحوسوا يهربوا ويحربوا صحابهم ميتوا. لكن إذا ما كانش فيها العساكر داخلين، الجهاز العسكري مش الجهاز المخابرات، المخابرات راهم داخلين فيها، لكن ماذا يريدون قصد ذلك؟ يعني اللعبة هذه تاع المخابرات اللي داروها وداروا هذاك الشغب وخرجوا البلطاجية هذو. إذا كان هذو المخابرات راهي تحاول، هنا راهي تحاول تدخل الجهاز العسكري في اللعبة، اللعب على أساس أنه يخرجوا ويدوروا لطا دو سياج، لطا دو سياج ولا لطا ديكسيبسيون هكابر، لأنه قرر فيها المشاكل. لكن كي خرجوا الجهاز العسكري حتى يضمنوا أنه يبقى معهم وما يوقفش يعني في يوم من الأيام مع الشعب. هذه الخبث يعني كذلك، لأنه بغينوا لو كان يخرج بوغ لطا دو سياج باش هما يقعدوا يحكموا وبالجنود تاعنا بالعسكر تاعنا، لانه كحومات للبلد يبقوا عاسين لهم على رزقهم باش يقعدوا يخونوا وينهبوا. هذه لو بلان تاعهم، باسكو العسكري كيشوف الشعب متخانقين بيناتهم، يعني اليا ان ديفيزيون، هي ان يا با ديفيزيون، 99% راهم الشعب راهم واقفين ضد النظام هذا الفاسد، لكن هما المخابرات كلشي يحاولوا يقنعوا العساكر انه فيه كتلتين، يعني وكتلتين بالنسبه لهم كي شغل متوازنين، كي شغل 50-50 50-50، وهي ماشي 50-50. نعرفوا بلي الشعب اللي راه يطالب بالتغيير انه 99%، لكن هما يفول كري هذيك السيتوياسيون باش الجيش يأمن ويخرج على أساس ده. لأنه لو كان يقول لك مثلا هذا البلطاجي رام برا في الزنقة، رام يقولوا تحية قايد ولا تحية العسكر كلك شوز كمسا، يعني يا عسكري خرج دافع على نفسك وحاول تحمي هذا النصف من المجتمع، واللي هما ما همش نصف من المجتمع، هما كما يقول لك كما يقول لهم الآخر، هما هذوما الشرذومة، هما كلكوزا بالك في كلكو في مدن يكونوا دي سونتين، لكن في جواء خضخرين ممكن يكونوا 20-30 واحد بلطاجية يردوا كرونداري كما نقولوا احنا، يلعبوها رجلة وماما خاضيهم رجلة، الراجل يوقف مع الشعب، يوقف مع أمه وأبوه، لكن هذو ما همش رجالة. لكن بهذه الطريقة هما ينجموا يحاولوا يخرجوا الارمي بوكي لطات السياج باش هذا الحاكم يقعد حتى لو الشعب رفضه، لكن يقعد عن طريق قوة العساكر. هذه هي اللي دي منها. لكن احنا نخلو الناس المياه وممتون سبخوتاج، لو كان يخرجهم خطر اخرى يخرجهم الو، هنا مخابرات مع تبون
المخابرات مع تبون راه متفقين على راس الشعب، هذه اللي لازم نعرفه. نقولوا حنا لا بروميير فوا سيتي، نقولوا حنا البوليس كان خاطش كي غمض عينيه البوليس صافي دير وزاره الداخليه راهي مغمضه عينيها، وزاره الداخليه تابعه لمن؟ تابعه مام ان غوفرنمون بروفيزوار ولا هذا لا موجود، لكن عنده دي جينيرو، الجينيرو هادو تابعين الحاكم الاول، الحاكم الاول اللي هو تبون، لازم تفهموا هكا. والمخابرات دائما موجوده، هي اللي تمشي السيناريو هذا. لكن اذا تجي الجمعه الجايه ولا ثلاثاء راهم تعرضوا للشعب، راهم الاثنين راهم متفقين على راس الشعب. لكن موقف العساكر اذا كان مشاو معهم، راهم مشاو مع المخابرات والرئاسه المزوره، وكان يمشوا معهم صافي دير راهم بيتفاهموا على راس الشعب، كلهم متفاهمين على راس الشعب pour la création de l'état de siège. هذه اللي بيتي نقولها لخوتي، احنا خلينا سلميه لكن التصعيد لابد منه. وكما كنت مفهمكم لازم يكون تمثيل سياسي. بوركو علاه؟ لان الان الشعب راه يخرج لكن ما عندوش تفويض سياسي. احنا الحمد لله كريا رانا واصلين تقريبا المليون، على حسبت من سمعت من إلياس الرحماني راه لاحق المليون تغاشي. احنا باغين نعدو زوج وثلاثة وربعة وخمسة. علاه هذا التخمام الخبيث تاع هذا الحكومة والرئاسة وطريقة التفتيت، يعني الشعب الجزائري اللي يحاولوا يفرقوا بها بين الشعب الجزائري، ما نعطوهمش شانس. الكريا ما تعطيهمش هذه لا شانس، لانه مادام هما يحاولوا يفرقونا احنا نحاولوا نلتمو، لكن نلتمو ماشي بطريقه يعني بروند بوكو طون، لا لازم نلتمو حول الكريا بسرعه. اذا كان الناس مثلا راهم خرطوا حوالي مليون، احنا باغيين نخرطوا ان شاء الله ربي 30 مليون ولا هلا 30 مليون باش نبنوا مجتمع متماسك مع بعضها بعض. والقبائلي ما يبغيش العربي والعربي ما يبغيش القبائلي، وهي راحة والصحراوي والتركي كلهم خوت وبلاد واحدة. لكن هما هذه بغي يلعبوا فيها باش يدوروا هذه التفريقة. لازم كل إنسان، هذا مطلوب صفا غيان تكوت، كما يقولك ما غاديش يكلفك دينار واحد، لكن تنخرط حتى تكون عندك تمثيل سياسي اللي حقق لك المطالب تاعك. وحتى لو كان فيه اي طريقه هما يحاولوا يفرقوا الشعب او يقسموا البلد، عندك حزب اللي وحد بلدك. احنا ما نشرح هضروا على هذو الحساب تاع الموالات اللي متابعين لهم هذو الخردي هذو اللي دائما تابع لهم ويتمشوا معهم في اي سياسه يبغوا يديروها، حتى لو يقولوا التقسيم، لانه يبال خصهم حصات على اموال ومناصب ونيابه ووزاره، هذو يمشوا معهم. لكن احنا لا، احنا نبغوا الجزائر تكون موحده وحكومتها ان شاء الله وحزبها يكون فيه كل الجزائر الاحرار، كل الجزائر الاحرار اللي خافوا على وطنهم وما تهمهمش إلا مصلحة الجزائر. ومن بعد ممكن نفكروا في أفريقيا وهذوك سؤالها ولي بيزا غاب هذوك. بصح الوحيد اللي نعطوه كل حبنا كل تقديرنا وكل أمال الشعب والشبيبة لازم تكون الجزائر، والجزائر لوحدها. لذا الكريا لازم كأي إنسان يفو يسي دو كومبخوند المغزى منه. هما دائما يحاولوا يفرقونا، يقول لك لا وهذا كريا هذي، لا هذي تلم الشعب الجزائري أن الجزائر واحدة لا تقسم، أن كل الفاسدين لازم محاسبتهم. هذه هي الكريا، لازم كل الشعب الجزائري، لازم كل إنسان يعرف، أي إنسان مهما كان بختاجي في الفيسبوك في تويتر في يوتيوب، بشكون لينا كلمة
كلمة يكون مصدرها، عارفين شكون يكون مصدرها؟ مصدرها الشعب، مشي هذا الزبل تاع الوزراء هذو ولا اللي كانوا حكام اللي خرجوا منها في لي تيروار، باسكو تاعهم قابضين على بعضهم بعضهم بعض لي زافير هذو، يبغوا يسطروا بعضهم بعض، يجيبوا لك واحد اخر ويجيبوا لك اخر، وماذا بهم يقعدوا حتى لو يفرقوا الشعب، حتى لو يقتلوا في الشعب، لكن احنا ان شاء الله ربي نلموا الشعب، نلموا الشعب بهذا الكريال، الكريال اللي هو تمثل في كل الشعب الجزائري، انه بلاده ما تتقسمش، ونحنا اللي ندافعوا على بلادنا. هذه اللي بغيت نوصلها لخوتي، لكن يفو بارطاجي او ماكسيموم، ماكسيموم كيما نقول لك، باش الناس تعرف انه الحاكم الاول هو الشعب الجزائري، ماشي ولاد فرنسا او الحركه او ولاد القياد اللي قبضوا الجزائر ودخلوا وتمكنوا ومكنوا ولادهم وكل شيء، لكن احنا بغينا الشعب الجزائري. ما هذو المهلوسين هذو اللي راهم يشربوا كاشي ويخرجوا برا ويعطوهم 500,000، هذو تخلصوا منهم، ما كاش مشكله، يتحكموا في نفوسهم ولا ذنبهم على في جنبهم كما يقول لك. لكن احنا خلونا نكونوا عاقلين ونتوحدوا سياسيين، لان النظام لما يكون انا متماسك معك انت ومع الاخر ومع الاخر، كما نقولوا احنا ما نفوتوش بعضنا بعض، لكن باش يجي واحد بيناتنا يدخل ويحاول يفرقنا، لا، نكونوا انيميزي كما يقولوا، يكون عندنا وقاية وما خلوش حد يدخل بيناتنا ان شاء الله عربي. لكن لازم 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 توعوا بعضكم بعض فيما يخص الكوريا والتحاق به، لانه الحكم للشعب، الحكم للمادة 7 و8، هذا هو المقصود منه. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.